تلاميذ صف أول، درسنا لهذا اليوم اسمه نبيل بقال. شنو اسمه؟ نبيل بقال. أعيده بعد. نبيل بقال. نبيل بقال. هذا هو نبيل، هذا الرجل شنو اسمه؟ نبيل. نبيل بقال معناته يعني عنده محل يبيع ببقوليات. شنو البقوليات؟ هاي أمامكم شوفوها، هذا الرز والحمص والفاصوليا والعدس والحنطة والشعير، هاي كلها يسمونها بقوليات. يعني من تروحون للمحل تشترون من عنده بقوليات، هو هذا يقولون عليه محل نبيل البقال. إذا حرفنا الجديد لهذا اليوم تشوفونه شنو صوته؟ هذا ال الآخرية شوفوها نبيل بقال. زين تلاحظون هنا هذا هو نبيل يقول، انتبه ماما، نبيل يقول، خلينا نشوف ماذا يقول. ماذا يقول نبيل؟ لدينا لبن. هذا هو اللبن. شنو معنات كلمة لدينا؟ يعني عندنا. نعم معناتها عندنا، يعني هو يصيح يقول لدينا لبن يعني عندنا. تعرفون اللبن؟ شاربين اللبن؟ هذا هو اللبن. اللبن اللي هو يصنعونه من الحليب. الحليب من يجي؟ الحليب من يجي؟ اللي من يجي؟ عافية، من البقر. هذا هو اللبن. تحبون اللبن؟ طبعا. ويقول لدينا رمان. لدينا رمان. هذا هو الرمان. تحبون الرمان؟ الرمان طعمه لذيذ. عافية. زين هم هذول الأولاد. قلنا يا نبيل، يعني هم قاعد يتحدثون وين نبيل. قلنا يا نبيل رمان ولبن قليل. شوفوا يعني قليل، خذت بطل واحد من اللبن ورمانتين. رمان ولبن يعني ما عنده هواي، عنده قليل. شنو القليل؟ يعني شيء شويه شويه. هذا هو درسكم لهذا اليوم، شاهدون امامكم.